إفريقيا يا أهلي، انتهى مونديال كأس العالم بروسيا بالشهد لديوك فرنسا، والدموع لكرواتيا، والحسرة لبلجيكا، والندم لإنجلترا، والنسيان للكبار الأرجنتين، البرازيل، وألمانيا، لنعود من جديد في أحضان ماما إفريقيا. جمهور الأهلي نكاد نسمع ما بداخله. إفريقيا يا أهلي، تونشيب يا أهلي، هي مباراة الغد على ملعب برج العرب في الجولة الأولى للمجموعة الأولى لدوري أبطال إفريقيا. هي مباراة عنق الزجاجة للأهلي لحصد أهم 3 نقاط في المجموعة بعد جولتين بنقطة واحدة من تعادل وخسارة. وحتى لو كان جمهور الأهلي قليلا في مباراة الغد لظروف أمنية، فأصواتهم تهز الجبال الراسخة، تحرك مشاعر اللاعبين التي تتعطش لتحقيق فوز طال انتظاره في المجموعة تحت قيادة الفرنسي باتريس كارتيرون. جمهور الأهلي ده حماه، دوره لا يقل عن أي لاعب على البساط الأخضر. الجمهور هو اللاعب رقم 1، الفريق في انتظار الدعم اللوجستي من جمهور المدرجات، الدعاء من جمهور المنازل والمقاهي. لو لعب الشناوي فإكرام في ظهره داعم، ومهما كان تشكيل المدافعين فالمطلوب الدفاع المتين، وخط الوسط الأمل المنشود، الهجوم أزارو والثنائي محسن. هز الشباك هي رغبة الملايين في الظروف الصعبة. يظهر المعدن النفيس للاعب الأهلي. التاريخ يا سادة خير شاهد، بطولة 2013 تتحرك في الذاكرة، تصرخ وتنادي بأعلى صوت، المستحيل ليس أهلاوي، فهيا يا أبطال على بركة الله انطلقوا.